2-0 ثنائيه ابراهيموفيتش للنيراتسوري ايضا في استاد البربيرا. لا يمكن ملاحظته ان الاهداف دائما تحضر في لقاء ايترو باليرمو في البربيرا. خطيره جدا، التعادل، التعادل لباليرمو، التعادل لباليرمو، سامبليسيو يسجل ويتعادل، يضرب بكوره ليقول في يوم الحديث عن الاهداف اديسون كافاني يسجل التعادل الاوروغواياني 1-1 لباليرمو. 25 دقيقه، اول هف واول غفله مع باليرمو ما يرحمش، مع باليرمو ما يتسمحش. 1-1 يا ديليو، فسخ وعاود من جديد يا مورينو. في وقت الحديث على انه كل لقاءات في تاريخ مواجهات الفريقين في باليرمو شهدت اهداف، محلاها اللعبه، محلاها الكوره، ما افضحها خطا واخطاء دفاع للانتر. مش ممكن، مش ممكن هذه الهفوه في التمركز. شوف الكوره مكشوفه، الدفاع مفتوح، السيناريو مفضوح للتعادل الموجود للباليرمو. الروزانيرو يتعادل عن طريق كافاني ابن السلاسل الاوروغوايي. 1 انتر 1 باليرمو، حوار الامسيد الليله في جنوب ايطاليا. 1 ميليتو 1 كافاني يرجع.